حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. قال النائب حسين حبيب إن أحد أسباب هيمنة الدولار في الأسواق العراقية تعطل الصناعة الوطنية وتراجع قطاع الزراعة. وأضاف النائب حسين أن إعادة الصناعة والزراعة وفق رؤية تشمل الاكتفاء وتطوير الإنتاج وصولا إلى تحقيق قفزات في ميزان التصدير والاستيراد ستقلل الاعتماد على الدولار بمعدلات عالية وتنهي هيمنته، لكن الأمر يحتاج إلى توفير سبل الدعم للنهوض بالصناعة والزراعة وتقليل الأعباء المالية وطرح الإعفاء من الضرائب لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الداخلية والخارجية. أكد مراقبون أن الدولارات التي تم شراؤها من السوق الموازية يوميا لغرض الاستيراد تساوي مبيعات البنك المركزي اليومية كمبيعات نقدية لغرض السفر، والتي تتسرب إلى السوق الموازية ويتم شراؤها من التجار لتمويل الاستيرادات مع الدول المحظورة. ويمول البنك المركزي كل مسافر ب3000 دولار حاليا، ما يعني أن المسافرين يحتاجون لنحو 36 مليون دولار يوميا كمعدل وسطي، إلا أن معظم هذه المبيعات النقدية تذهب لغرض تمويل الاستيراد المحظور، ويبقى المسافرون بلا حصص من الدولار، وهو ما يضطرهم للضغط على السوق الموازية لشراء العملة. جدد عدد من المواطنين في البصرة ممن لديهم سفر خارج العراق جددوا شكواهم من عدم توفر الحصص المخصصة للمسافرين من الدولار من شركات الصرافة، وطالب المواطنون الجهات المعنية بالتدخل السريع لغرض حل هذه المشكلة وبتوفير حصتهم البالغة 3000 دولار لكل مسافر، بالإضافة إلى توفير أكثر من شركة لتوزيع دولار المسافرين من أجل تقليل الانسحاب وحصولهم على حصتهم، وذلك لالتزامهم بالسفر. كشف خبراء في الشأن المصرفي أن العراق لا يمكنه إيقاف العمل بالمنصة الإلكترونية كونها فرضت عليه من قبل الفيدرالية الأمريكية. وأضاف الخبراء أن العمل بهذه المنصة في تعاملات البنك المركزي العراقي منع الكثير من عمليات بيع الدولار بصورة غير قانونية، كما منع الكثير من عمليات تهريب العملة إلى الخارج، ولهذا أصبح البعض يعتمد على الحوالات السوداء عبر بعض الشركات لخروج الدولار من العراق. وفي خبرنا الأخير، وفي إطار الصراع بين بغداد وأربيل، أكدت وزارة المالية الحالية أن عدم وجود فروع للمصارف الحكومية في كردستان العراق حرم أربيل من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الاستثمارية في قطاع الإسكان. وقال وكيل الوزارة مسعود حيدر إن هناك دورا كبيرا للمصارف الحكومية في تحريك الاستثمار السكني، مستدركا القول بأن عدم تواجد فروع لهذه المصارف في كردستان العراق قد حرم الكثيرين من مبادرة البنك المركزي العراقي للتمويل. وأكد أن ما سماها البيروقراطية في المصارف الحكومية قد أضعفت تطوير هذه المصارف. والآن هذه انتقالة سريعة إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.